يعني هما دخلوا المخزن وانت بتتعذب 6 سنين عشان المفتاح؟ ده امانة، والامانة سر النجاح، وده بقى اللي علمته لنا مصر. علمتنا ما نقولش ايه اديتنا مصر، لان لو كانت اديتنا ما كناش اتغربنا واتقتتنا. ايه؟ ادخل. علمك انت تحت الميكروسكوب. ليه يا باشا؟ اي حاجة تفتكرها او تفكرك بالجماعة بتوع العراق انا بابي مفتوح 24 ساعة. ليه يا باشا قافل الباب عشان التكييف؟ ياد يا جود. ايوه يا عم الحاج. امسك. يا سلام، ربنا يكرمك يا حاج ومحوجة في لحد ابدا. يا سلام. ده الكارت بتاعي. انا قعدت افكر كده واقول مين يا هادي عبد الستار تاخد ابنك وتحت باطك يخاف على مالك؟ مين يا هادي عبد الستار؟ مين يا هادي عبد الستار؟ ساكت. اتجوز مين يا عم انتهبل؟ ده عرفت رجاله بعد الشعر راسك. يعني عرفت رجاله شويه تشكر، قصدي عرفت نسوان شويه. ده انت كنت جاي في اي حاجه بتتحرك، اي حاجه فيها روح ولا مؤاخذه؟ ليه انا كنت جيت ناحيتك؟ ضربته ليه يالا؟ لا انا مش هتكلم الا قدام الاستاذ مفيد فوزي. انت هتهزر يا حمق. طب ممكن اضرب تليفون؟ هتكلم مين يعني؟ لا بتوع الديكروماتيه قالوا من الحاج المواطن اضرب تليفون. طب اضرب يا اخوان. ايه وعيد دبت الدلاليب وعدبك الخياط خد منك كام؟ ليه هم كام دلابيه؟ لا يا واد عمي كده ضحك عليك ال 30 جنيه، انت تروح تديبهم منه بما يرضي الله، لو ما رضيش طربق الدكان على دماغه وهاته في الجيش رجعت مع البيت الظابط. شكله هيخربها مزراب ده. هو راح يبلغ الحكومه ولا ايه؟ احنا كنا بنتفاوض تفاوض متحضر. تفاوض متحضر؟ كلام دبلوماسيين يا طايع. وخلص على ايه كلام الدبلوماسيين ده؟ لا ده احنا خلاص اتفقنا، بس مش هيتعاملوا معاك تاني، هيتعاملوا مع طايع بس. ليه؟ علشان انت صوتك عالي. انا حسي عالي؟ قال له بتاكلهم ايه؟ قال له السود ولا البيض؟ قال له السود مثلا. قال له بياكلوا في الغيط الشرقي. قال له طب والبيض بقى؟ قال له معاهم في الغيط برضه. قال له امال بيشربوا ايه؟ قال له الكبار ولا الصغيرين؟ قال له الكبار مثلا. قال له بيشربوا في الترعه الابليه. قال له طب الصغيرين؟ قال له معاهم في الترعه برضه. الله. قال له امال بيناموا فين؟ قال له الذكوره ولا النوتي؟ قال له الذكوره. قال له بيناموا في الزريبه دي. قال له طب والنوتي؟ قال له معاهم في الزريبه برضه. قال له يا عم خنقتنا، ما بيدفعوا سوا وتنيلوا سوا وتسمموا سوا، ايه بقى الكبار والصغيرين؟ تخان ورتب اشتغلنا ولا ايه؟ قال له يا سيدي كل واحد يتكلم في اللي يخصه، انا نصهم بتوعي. قال له طب والنص التاني؟ قال له بتوعي برضه.